السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مهندس مصري كان يشتغل في القصيم، وكان المهندس هذا قاعد يشتغل ويجمع من رواتبه مبلغ كل شهر علشان يرسله لأبوه اللي كان نفسه أنه يجي يحج. بالفعل المهندس هذا قدر يجمع له مبلغ طيب وأرسله لأبوه في مصر، وقال له: يا أبوي، أنا أرسلت لك المبلغ الفلاني، والآن راح أخلص إجراءات الحج واحجز معاه حملة وتعال حج السنة هذه. الولد الأبو تيسرت الأمور معه وخلص إجراءات التقديم والحج، وجاء وجلس له تقريبا في المدينة 10 أيام، ثم استقبله ولده وراح وياه لمكة وحجوا سوا. يوم كانوا في المخيم جالسين، كان معاهم مصري ثاني من قرية مجاورة لهم، تبعد عنهم حدود 10 كيلو ولا 15 كيلو. المصري أبو المهندس قام يسولف مع، صارت صداقة بين الاثنين، وقام كل واحد منهم يسولف للثاني ويعلمه كيف انه قدر يجمع المبلغ اللي حج فيه، لانه ظروفهم يعني ما هي ذاك الزود، وكل واحد يعلم الثاني كيف قدر يجمع مبلغ ويجي للحج. علمه ذاك قال له: انا والله ولدي شغال في القصيم مهندس، وجمع لي المبلغ هذا ورسله لي، وجيت الحمد لله تيسرت الامور وجيت حجيت. وانت شو اللي حصل معك؟ قال: انا كنت في القهوة جالس، وكان فيه اثنين قاعدين يسولفون ويقولون انهم رايحين لمكة علشان يدوا مناسك الحج، فتمنيت اني اجي معهم او اني احج السنة هذه، وقمت اقول: يا الله، يا ليتني اقدر احج. ولدي كان وراي وانا ما ادري عنه، وسمعني وانا اقول كذا. كان عنده الولد ارض، وراح الأرض هذه كان يبي يبني فيها بيت له والعيالة، فقام أخذها وباعها وأخذ فلوسها وجابها لأبوه. جاب له ولده المبلغ وقال له: تفضل يا أبوي وروح حج السنة هذه. الأب هنا سأل، يقول: سألته قلت له: من وين جبت الفلوس هذه؟ قال: والله يا أبوي، الأرض اللي كنت ببني فيها بعتها وأخذت فلوسها وجبتها لك، شفت نفسك في الحج فأثرت أني أخليك تروح تحج، وأنا إن شاء الله لاحق فيما بعد أقدر أشتري لي أرض وأبنيها وبيرزقني الله سبحانه. يقول: أنا تأثرت من الموقف ولا أرضاني يعني الشيء اللي حصل، لكن خلاص هو قد باع الأرض وانتهى الموضوع، خذت الفلوس ويسر الله لي الأمور وخلص إجراءاتي وجيت الحج وحجيت الحمد لله، وبدعي لولدي في حجي هذا إن شاء الله أن الله يعوضه خير من ما أعطاني. يقول: خلصوا مناسكهم وراح كل واحد رديرته. من طبع المصريين هناك انهم اذا جاء الحاج من مكة يسوي له حفل ويحتفل. من عادة اخواننا المصريين انهم اذا رجعوا من الحج يسوي الواحد حفل ويعزم اهل قريته او الحارة اللي هو ساكن فيها، يحتفل بمناسبة انه ادى شعيرته ورجع لهلا بالسلامة. سوى هذا الرجل حفلة اللي هو ابو المهندس، وقام وعزم صديقه اللي في القرية المجاورة وحضر، وقال له: إن شاء الله أنا بسوي لي حفلة الأسبوع الجاي وتبي تحضر إن شاء الله وتشاركنا فرحتنا. يوم جاء من الأسبوع الجاي ويسوي الشايب الثاني الحفل ويعزم صاحبه أبو المهندس وحضر عندهم، وتقابل مع أبو مع ولد الشايب اللي باع أرضه، وقال له: يا ولدي، أنت سويت لك شيء يعني تشكر عليه أنك. قال: يا أخي، أنا مهما سويت ما أسدت شيء من فضل أبوي علي، اللي سويته أنا شيء بسيط والحمد لله اللي الله وفقني وقدرني أني أسوي الشيء هذا. قام يدعي له ويشكره ومشى من عندهم. الرجل هذا جلس الرجال وحضر حفلهم وتعشى معهم، وبعد العشاء مشى راح لبيته. موقف الولد أثر فيه وأعجبه بدرجة كبيرة، وقام يدعي له أن الله يرزقه وأن الله يوفقه. يوم جاء من بكرة ويقوم يتصل على ولده المهندس اللي في القصيم، قال له: يا ابني، أنا أبغيك تبحث لي عن فيزا وترسلها لي علشان أعطيها ولد الحاج فلان، ترى باع عرضه وسوى كذا وأنت عندك خبر بالسالفة هذه. والرجل سوى موقف مع أبوه يعني يشكر عليه، فأرجوك أنك تبحث لي عن فيزا وترسلها علشان نعطيه. بالفعل الولد قام بحث يمين يسار من هنا ومن هنا، حصل له فيزا وقام أرسلها لأبوه، قال له: تفضل يا أبوي، هذه الفيزا اللي طلبتها مني. راح الحاج هذا وراح عطاها ولد الحاج اللي باع عرضه، وقال له: تفضل، هذه فيزا تروح تشتغل في المملكة العربية السعودية، والله إن شاء الله بيرزقك.
بحث المهندس عن فيزا وبالفعل حصل، وقام ارسلها لابوه، اتصل عليه قال له يا ابوي الفيزا اللي انت طلبتني فيها ارسلتها لك. اخذها الاب وراح وداها لصديقه وقال له عطها ولدك وخله يروح يشتغل في السعوديه وبيحصل خير باذن الله تعالى. راح الولد للسعوديه، وصل للقصيم واستقبله المهندس وجلس معاه تقريبا اسبوع، قام بواجب ضيافته وعلمه طريقه الحياه في السعوديه وكيف انه ممكن يحصل له عمل. يوم خذ له اسبوع، يقوم ذاك اليوم كان الجو ذيك الايام كانوا في شتاء، قال له خلاص خليك على الشارع هذا وان شاء الله اللي يجون يبون اعمال او يبون شيء بيجون بيحصلونك وبيعلمك شو اللي انت تعرف تشتغله او شو اللي هو يبغاك تشتغله وانت تروح معه وتشتغل الشغله اللي هو يبيها. كان معه اثنين مصريين جلسوا من العصر الى المغرب ما حد جاهم. يوم جاء على صلاه المغرب بعد ما ظلم الجو شوي، وكان كانوا في الشتاء وكان الجو بارد جدا، وقفوا من صلاة العصر إلى صلاة العشاء ولا حصلوا أحد يبي لهم شغل. طبعا هم ما عندهم شغلة معينة، بيشتغلون عمال أيا كانت، خلطة، قص حطب، مزرعة، اللي هو. يوم جو بيمشوا من صلاة العشاء ويقوم يوقف عندهم صاحب سيارة ثمينة، يعني واضح أنه رجل مقتدر، قال لهم أنا أبي لي عمال. قالوا تفضلوا شو اللي عندك؟ قال عندي مجاري في البيت مسدودة وأبي أحد يجي يسلكها. واحد من الثلاثة ذولي قال والله أنا ما أشتغل الشغلة هذه. الثاني قال أنا توني أجي للسعودية وأستفتح شغلي ورزقي بالشغلة هذه، برضو أنا ما أبغاها. الثالث قال خلاص أنا جاي ترزق الله ولا تغربت وجيت هنا إلا عشان أشتغل، توكلنا على الله أنا اللي بروح معك. أخذها الرجال معه وراح للبيت. يقول يوم وصل ركب مع الرجال وتوجهوا للبيت. يوم وصل إلا ما شاء الله تبارك الله ذيك الفلة الفخمة والفارهة، وتوضح أن الرجل ثري يعني ما هو حي الله. وده لمحل الشغل وقال له الانسداد في المنطقة هذه، شف وش اللي فيها وصلحها. فتح الغطاء حق غرفة التفتيش إلا شاف له دهون متجمدة من البرد وبقايا أطعمة وأوراق وأوساخ وشغلات زي كذا. طلب موية حارة وصبها عليها وقام يعالجها لين سلكت الأمور معه، ورجع سكر الفتحة هذه بعد ما صلحها وقام ينظف نفسه ينتظر الرجال يجي. الرجال هذاك كان جالس في الغرفة ويتكلم مع زوجته، اللي هي تسأله تقول له وين بتروح يا فلان؟ قال بروح أطلع فلوس الزكاة. قالت له ليش ما تعطيها الرجال ذا اللي جاي يصلح المجاري؟ هذا مشكل يمكننا في حاجة. قال لها والله ما أدري لكن خليني بشوف. رجع عند العامل يقول أنا والله لا أعرف الخمسة ولا العشرة ولا، يقول أنا ما أعرف لا ريال ولا خمسة ولا عشرة، العملة السعودية كلها والله ما أعرف منها شيء، ولا كان مقصدي في وقفتي هذه أني بسرق السمع أو أني بتنصت عليهم، لكن المحبس حق الموية كان في المنطقة هذه وأنا كنت قاعد أنظف نفسي من الأوساخ اللي جات فيني وفي ثيابي من الشغلة اللي أنا اشتغلتها. جاه راعي البيت وقال له يا ولد أنت وضعك المادي كويس ولا ما كويس؟ أنت محتاج ولا ما أنت محتاج؟ قال له والله ابن حلال أنا لو ماني محتاج ما جيتك من مصر وأشتغل في شغلة مثل هذه، ولولا الحاجة ما اشتغلت الشغلة هذه، لكني أبي لي لقمة بالحلال وأبي أسر نفسي وأسر عيالي، والفقر والله هو اللي حدني وخلاني أجي وأشتغل هنا. قال له طيب أنا مستعجل وعندي مشوار، امسك هذه 200 ريال حقت شغلك. طبعا يوميتهم في ذاك الوقت كانت 120 ريال. قال له انت ما اشتغلت عندي يوم كامل لكن هذه 200 ريال وهذه وعطاه 50 ريال. قال له هذه قيمة سيارة الأجرة لأن عندي موعد مهم وأنا متأخر عليه ولا عاد أقدر أتأخر أكثر من كذا، لو بوديك بتأخر عليك. وعطاه كيس قال له هذا فيه قسمة الله زكاة أموال، أخذه والله يرزقنا وياك ويتقبل منا ومنك. أخذ المصري الكيس والفلوس اللي عطاه الرجال وتوكل على الله، ركب له سيارة وراح لصاحبه المهندس. يوم جاء عنده لا يقوم يسأله يقول له وش سويت اليوم وش اشتغلت؟ بشر إن شاء الله حصلت شيء. علمه بالسالفة كلها، قال له افتح الكيس أشوف. أخذ الكيس منه وافتحه إلا ما شاء الله تبارك الله فيه 140 ألف ريال. قال له شوف المبلغ هذا يعيشك هناك ملك، تأخذ المبلغ هذا وبكرة تحجز لك الطيران على أول رحلة رايحة لمصر وتمشي للديرة هناك، تروح البلد تشتري لك أرض، تبني لك بيت، تسوي لك سوبر ماركت، تعيش عيشة كريمة من أحسن ما يكون. بالفعل أخذ